وقفات مع عامر. حياكم الله وهلا بكم، حلقة جديدة تميزت. أستاذنا اليوم يعتبر من قامة فنون التشكيل السعودي، المؤسسين للحراك الفني التشكيل السعودي. ضيفنا اليوم ترك بسمة في كل مكان، ميادينه بأعماله الرائعة الجميلة تميز بها من فنون تشكيلية ومن عمل النحت. ضيفنا الفنان التشكيلي الأستاذ نبيل جندي. حياك الله أستاذ نبيل. الله يسلمك وبارك فيك أخوي عامر، وحياك الله في برنامجك هذا الجميل. الله يسعدك. بالعكس، أنا أقول لك شكرا عطيتها من وقتك الجميل، وكنت دائما متابع لأعمال حضرتك الجميلة جدا اللي مبهرنا فيها بصماتك ولمساتك الجميلة، سواء كانت في الرسم التشكيلي أو في المجسمات النحت الرائعة اللي لها أكثر من مكان. أستاذ نبيل، لما بديت الفن التشكيلي أنت طبعا شباب، لكن الفترة اللي فاتت قبل كذا أنت سويت نقلة نوعية من معلم تربية فنية لفنان تشكيلي إلى ما تخصصت بفن النحت. ماذا يعني فن النحت للفنان القدير الأستاذ نبيل الجندي؟ الحقيقة سؤال جميل. النحت هو ليس فقط، في معلوماتك الحالية، ليس فقط هو أن أنحت حجر أو أنحت خشبة، هو البعد الثلاثي للعمل. ما شاء الله. صحيح. فعندما تكون أي عمل تشكيلي بثلاثة أبعاد وتشوفه وتشاهده، هنا يصبح أنت يعني دخلت في الكتلة والفراغ، فأصبح نحت. وبما أنه يعني هذا نحت، يجب على الفنان أن يضع بصمته الخاصة فيه. وفي نفس الوقت أن يشاهد المتلقي العمل من كل زاوية تختلف عن الأخرى. صحيح. وبالتالي يستطيع طبعاً هذا المتلقي أن يحكم مع العمل. وأعمالي أعتقد الأخيرة، يعني في 15 سنة الأخيرة، اختلفت عن 30 عام ما قبل. إيش الاختلاف، نقلة اللي بينهم؟ طبعا إحنا في المملكة في قبل 45-50 سنة ما كان عندنا غير معهد التربية الفنية، يعني. صحيح. والتربية الفنية كان يعطيك مواضيع شتى، منها الرسم، منها الخزف، منها خامات البيئة، منها النسيج، من يعني مدرس التربية الفنية يطلع كشكول من كل هذه الأنواع. فأنا درست كل هذه الأنواع، تمرست في هذه الأنواع، فوجدت نفسي في الكتلة اللي تأخذ حيز في الفراغ أكثر من المسطحات، الرسم، السجاد، فجمعت بين الاثنين، جمعت ما بين الخزف وخامات البيئة، وبدأت أعلم نفسي يعني وأزيد عليها أكثر مما درست في التربية الفنية. فكنت أزور الكليات في الخارج، لأنه ما عندنا غير معهد التربية الفنية كان. كنت أزور كليات، أروح ورش المهنيين برا اللي بيصبوا النحاس، اللي بيصبوا الألمنيوم، اللي من أجل أسقل عندي المعرفة لمعالجة أي عمل أبغى أقوم به، وأعرف إذا أبغى أصب نحاس، أصب ألمنيوم. طبعا أنا أعوذ بالله من كلمة، أنا مارست في هذا الكثير من الخامات، مارست في النحاس، في الألمنيوم، في الفيبر جلاس، في الريزين، صب الريزين كامل مع هذا في القوالب المطاطية.
طبعا الريزن انا ما انصح فيه اي فنان لانه يعني مسبب للمرض الخبيث لريحته وقوته كذا، فانا اقول خلنا يعني الان الحجر افضل في الألمونيوم في السن ستيل. بس ترى على فكرة كمان السن ستيل لو بدك تشتغله أنت بيدك كامل صحيح. خطورته جدا في اللحامات بالضبط. الأراغون اللحام الأراغون شديد، يجب اللي يتعامل معاه يشرب حليب في الصباح ويشرب حليب في الليل عشان السموم حقة الغازات هذه يمتصها الحليب في النهار وفي الليل. أوه. أفضل. فيعني كل عملنا في يعني مخاطره. وامر الحجر والرخام ايضا يعني استنشاق وبار ودوشه، فالاعمال هذه يعني ما بتخرج الا بعناء مع النفس واليد والفكر. يجي المتلقي يشاهدها في الاخر يلاقيها عمل متكامل اكثر من عمل اللوحه على المسطح، إلا أن الحظ ماشي مع أخواننا في اللوحة أكثر من النحت. إذا توافقني رأي، هو كل واحد منكم من الفنانين اختار طريق معينة للفن التشكيلي، لأن هي كلها تعتبر مسمى فن تشكيلي. فحضرتك أخذت فن النحت، غيرك أخذ فن الرسم باختلاف أنواعه، في غيرنا أخذ نحت الخشب. إنما نحت الحجر والنحت أو المجسمات النحاسية أو الصب أعتقد لها تذوق آخر زي ما تفضلت حضرتك، ثلاثية الأبعاد، وهذا يعطيها لمسة تجميلية مختلفة عن الرسم التشكيلي اللي هو فقط single forms اللي هو الوجه الواحد من المادة. أنا يعني في بدايات عملي لما كنت أعمل الوجه الواحد للعمل النحتي، يعني تشوفه من الوجهين بس، يعني من الأمام والخلف. طيب وبعدين أنا كنت أكلم نفسي وبعدين، طب أنا ليه ما أصير زي بقية النحاتين العالميين هذول؟ لما أشوف أعمالهم لما أسافر برا وأشوف النحت أقول إذن اللي أنا بسويه هذا يعني مجرد تمارين الهواية. فبدأت يعني أعصر نفسي شوية في النحت، وبدأت أحتك بالنحاتين، أسافر أدور النحاتين فين، أشوف النحاتين وأجلس أتعلم، لا في كلية ولا في معهد ولا في عندنا هنا نحاتين في السابق يشتغلوا كمان يعني عشان تروح تقعد معاه، إلا أن طبيت في زميل خريج سوريا وهو سوري عايش في جدة، وبعدين هذا الفنان تعرفت عليه وزي ما يقولوا لقيت ضالتي في أني أجلس معه. إن شاء الله علمت من عمله شوية، ولكن شفت توجهه يعطيني حس كده أنه هذا هو توجهه. لا أنا خلي لي أنا توجه. الفنان معروف اسمه ربيع الأخطص يعني. ما شاء الله. نعم، وله أعمال في جدة كثيرة يعني يمكن تفوق 50-60 عمل أو أكثر في جدة، قد يجوز أكثر كمان. لكن توجه هو الأحصنة، روس الأحصنة والحاجات هذه. وأنا مع دراسة التربية الفنية أعطتني يعني بعد أكثر أني أبحث في كل شيء، فدخلت في أشياء يعني تختلف عنه وبدأت أجسد حاجات. لكن يعني كان لي مواقف أثرت في حياتي المسيرية في الفن، ألا وهي أول عمل عملته يعني كان في المدينة المنورة، وكان بتحدي طالع البدر علينا في قباء، وكان تحدي أن أعمل هذا المجسم في 72 ساعة. كان تحدي صعب، رحمة الله عليه أمين المدينة صدق خاشقجي كان دعاني قال لي عندك مجال للنجاح في 72 ساعة. قلت له خير. قال لي في حجر الأساس لطريق الهجرة ومطلوب
مطلوب يعني حاجة عشان يجي الملك خالد رحمة الله عليه يضع حجر الأساس. وفكرت إني ما لقيت إلا أنت. أي قلت له هذا تحدي معايا ومع النفس حقتي، لكن يعني بإذن الله حأبدأ إيش من الآن. خرجت من أمانة المدينة المنورة وأنا يعني كلي زي ما يقول ذهول، وكن صغير السن ريعاني زي ما يقول المطربين. فخرجت رحت على الورش وجمعت 7 ورش. انتوا 7 ورش تجلسوا هنا 72 ساعة ما تغادروا، هو يجيب لكم الأكل والشرب وكل شيء. عملت التصميم على ورق وقعدت رسمته على الصاج وقلت لهم يلا نباشر. رحت لشركات الخرسانة عملت القاعدة عندهم بالخشب والحديد، جبت الرخام سقطته وقالوا لي ما يصير يجي المبلط. قلت ما عندي مبلط، أنا ما عندي ماني فاضي أجيب واحد يبلط. ركبت الرخام على القاعدة الخشب وقلت للحداد شد اللي هي مع الحديد الرخام هذا، أكبس الحديد معه علشان يمسك فيه مع لما تيجي السيارة تصب الخرسانة يصير هو ماسك. وقال لي احنا حنجرب. قلت له ايه، الدنيا كلها تجارب، احنا حنجرب، ما هو نقصنا شيء، بس هذا تحدي يعني تحدي مع نفسي. بالفعل سوينا التخشيبة وسقطنا الرخام، رحت جبته وسوى التغليف الحديد وجات السيارة صبت الخرسانة. هذا في اليوم الأول. أوه. على بعد الساعة 7 صباحا كان السيارة بالصب. طبعا هذول كله بأجور أعلى. أكيد. الأجور 3 أضعاف 4 أضعاف. أشتغلوا خلية النحل هذه 48 ساعة. كنا طبعا صبينا الخرسانة وفكينا ومش عارفين وعملنا العمود حق الحامل اللي بيشيل المجسم، والورشة هناك شغالين بيقصوا ويلحموا ويصنفروا ويلمعوا كله. بعد 48 ساعة البويات، فكينا الخشب، أكدنا إنه الرخام راكب. يعني 2.5 يومين لسه ما غلقنا، كنت أنا جايب الونش ومركب المجسم. الله ما شاء الله. طلع البدر علينا، ارتفاعه 11 متر. بعد كده بدأت أشتغل طبعا في حفر، تقابلني أسقط وأطلع وأمشي إلى أن عملت السمكة في ينبع. الله جميلة كان منعفة. والسمكة هذه سمكة طفولية جميلة، قطرها 6 متر، ارتفاعها 11 متر. حلو، سمكة جميلة، وركبناها بتحدي جميل، تحدي الرياح وتحدي كله كان مدروس. ورئيس البلدية كان واقف يقول لي ما تطيح، أقول له لا ما تطيح. 3 سنوات قاعدة ما طاحت إلا بحكم محكمة ينبع. صدر خطاب لرئيس بلدية ينبع بإزالتها تقطيعها. هنا صار عندي تحول، ربما تكرهون شيئا وهو خير لكم، وأن تحبوا شيئا وهو شر لكم. أن حبيت السمكة فيمكن كانت شر لي، وإن كرهت إعدامها فهو جاء خير لي. تسألني كيف؟ أقول لك كيف. بفضل من ربي تحول اتجاهي للخط العربي، علما أني ماني خطاط، أنا فنان تشكيلي رسام. فنان تشكيلي صح صحيح، ماني خطاط، لكن أخط بالرسم. أمسك الريشة، أمسك القلم، أمسك أكتب الكتابة اللي أنا أبغاها.
طريقتي الخاصة. حتى في والله واحد قال لي يا أخي ممكن تسجلها أنت هذه زي خط المغربي والمغاربة، ما لهم خط معين. صحيح. الكوفي قال لي الفارسي، يعني في خطوط تخرج من الناس يسجلوها. أقول له أنا خليني أسجلها في أعمالي كفاية. عليك ما شاء الله عليك. يعني حتى في رحت في أبو ظبي وقالوا لي هنا في فنانين يعملوا مجسمات سنستيل بالخط العربي وكذا. قلت يا جماعة أنا أتمنى إنهم يجوا ويجلسوا معايا هنا ونشتغل كلنا سوا. صح. وبالفعل في بعضهم أبى والبعض جاء، واللي جاء شاف إني أنا مسكت الطباشور حق الحديد وكتبت على الصاج وبسم الله قطعنا وشكلت الحروف وسويت المجسم واحد واثنين وثلاث وسبعة ما شاء الله. فكانوا يجلسوا يتفرجوا إنه يعني إيش لما أنت بتكتب بالخط ولا بتأخذ التنقيط ولا تمشي بالقاعدة. قلت أنا ما أمشي لأني أنا الحرف اللي بخرجه أبغى أشكل وبعدين تشكيل ثلاثي الأبعاد. فهو في ذهني كيف حيكون شكله. عملت لفظ الجلالة على ارتفاع 23 متر دراسة كاملة بنوافير وكتبت تحت الله نور السماوات والأرض. فبدأت أدخل في سرحان من التفكير فلجأت إلى الحروفيات. أنت نقي الحرف اللي يعجبك وركبه مع الحرف الثاني وقول اللي تبغاه. حصل أني قدرت أطلع بكمية كبيرة من الأعمال الحروفيات إن شاء الله. وكل ما عرض شيء شفت الإقبال، شفت مرئيات الناس. بدأت أحط لنفسي صفحة عادية في النوت عندي أشوف عدد المرحبين وعدد المتضايقين وعدد الشمتانين. ثلاث فئات، الشماتة واحد اثنين من كله. المعارضين اللي يميلوا إلى قاعدة الخط العربي مو ما يعجبهم، لو استخدمت كده، لو الحرف هذا كده، أنت داخل ما بين كوفي ورقعة ونسخهم. يا أخوانا أنا بأرسم ماني خطاط. دول خلينا نقول 5% من المجموع. 94% الإعجاب بأنواعه. الحمد لله. المعجب بالشكل، المعجب بالحروف، المعجب باللون. جميل. المعجب ب... أيوة يعني في إعجابات كثيرة. فأنا أسجل الإعجابات دي وأحصيها. ما سبحان الله سيد نبيل، يعني الناس أذواق، مستحيل تقدر تلبي أو ترضي جميع الأذواق. وأنا أجمع الأذواق وأشوف النسب. لقيت أجمل شيء السنستيل، يمكن 90% يتذوقوه بأنواعه. بعدين هو بيدي فخامة أكثر، هو بيدي فخامة للعمل. صحيح. وترى شوف، إحنا اللي بنشتغل في السنستيل 3-4 في المملكة، يمكن على عد كف اليد. عندك هناك جاسم في الشرقية، ألتقى في الطائف، وفي الرياض الأخت وفاء. أي نعم. وأنا كل واحد فينا لما تجي تشوف شغله يختلف عن التاني. أكيد. في المجموعة دي كلها الأخ جاس شغله راقي وناعم، بعدين الثقفي عنده حس، الأخت تشتغل سنستيل وفاء عندها حس يعني أقدر أقول جميل منفرد لها، شايف؟ بس تحتاج هي كمان إلى زيادة. ما أعتقد سيد نبيل الفكرة أنه كل واحد فيكم
اختلاف أعماله باختلاف شخصيته، لأنه كل فنان له هويته، فمن الطبيعي جدا يعني ما شاء الله عليكم أنه كل إنسان، كل فنان وفنانة يكون له أسلوبه المتميز عشان يكون هذه هي هويته الفنية. وأعتقد هذا زي ما تفضل حضرتك أنه كل واحد فيكم أخذ طريقة مختلفة عن الثاني. إحنا ما نقول هذا صح هذا غلط، بغض النظر نقول أنه هذه هوية فنان. بالضبط. طيب. شايف كيف؟ يمكن اليوم انت لاحظت في التويتر عندي عمل خارج من الفرن طاسه زي ما يقولوا، شفته ما شاء الله عليك مبدع. هذا خرجته من الورشه وصورته في الرصيف وحطيته. ما شاء الله ما شاء يعني الله يعني ما استعديت على تصوير اخراجي وتصوير، لانه هو لحاله مبهر. اي والله هو جدا مبهر. شايف؟ وهذا كمان انا يعني كنت زي ما يقولوا في ساعه تجلي مع نفسي اني عملتها سله فواكه. شوف سله الفواكه جردت السله وخرجت الهاء والسين وحطيت المقبض بالحروف العربيه والاسفل السله بالحروف العربيه. ولو تشوف الالف حقتي هي نفسها، مش الالف ايوه مختلفه. نعم شايف كيف؟ وتدخل في الحروف تحصل العين وهذا نفس الحروف حقتي بدون قاعدة، لأنه أنا وده شفت شيء يعني ماشي أمشي اللي هو الرسم، يعني راسم الخط قاسم الخط. ما أعتقد هذا من الأشياء الأستاذ نبيل اللي حضرتك يعني أعطيتنا على مستوى العالم العربي مو بس السعودية، من خلال مشاركاتك حضور متميز من خلال أعمالك اللي تكلم فيها، يعني بالذات اللي هي إبراز الفن التشكيلي بطريقة جديدة أو عفوا بطريقة مختلفة اللي هي هوية الفنان نبيل. طب الحين لو الفنان نبيل نبغى نقول له أنت عارف الحين داخلين إحنا على بحر من الفنون التجميلية، فنون جميلة والنحت تحديدا، لو نبغى نقول إنه أستاذ نبيل يبغى يعطينا دورة في النحت، زين كمبتدئ في النحت، إيش تنصحني أسوي؟ كما استخدمت مع طلبتي في المدارس، اللي هي أهم حاجة للنحات المبتدئ. وقد تستغرب ويستغرب المستمع ويستغرب إخواننا الفنانين، هي الموف، عارف حق الروادي ده؟ أيوة الأبيض. أيوة معروف. والصنفرة الخشنة والناعمة، كويس. أبو نص ريال اللي ولا ريال تأخذها من محلات الأدوات بناء المعمار، صحيح أدوات البناء تأخذ بنص ريال صنفرة خشنة وبنص ريال ورقة، تقصها بالمقص سويها 20-15 وصلة. طيب وأبدأ شكل بالفلين هذا الشيء اللي أنت تبغاه، حك صنفر بالصنفر الخشنة وبعدين بالناعمة، وتخيل الشكل اللي أنت تبغاه. أنت هنا تكسب مهارة الإيد وتكسب مهارة التفكير في العمل وتكسب رؤية البعد الثالث في العمل. حط العمل أمامك وتخيلوا كل شوية وانت بتشتغل كيف بتمشي يدك فيه، ستصل في الآخر إلى نقطة الثلاثة الأبعاد، هذا البعد، البعد الثاني، البعد الثالث. أما إنك تقول لا والله أنا بدي أمسك الصاروخ وبسم الله الرحمن الرحيم أنحت في صخرة وفي حجر، لا 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 لا. أولا إيدك حتتعبك طول الليل لأنك ما أنت والف على مسكل، وثانيا ما عندك المهارة اللي أنت تمشي فيها، احنا نقول له صاروخ أي نعم، ولا عندك دراية بالدريل كيف بدك تخرج وفين ولا لا، لكن أنت بالفوم هذا الأبيض والصنفرة حتى تقدر كمان تخرم تدخل تساوي، اعمل كمية كبيرة اشتغل. صحيح. نعم. بعدين اختار منها واحد اثنين ثلاثة من الكمية هذه، يقول هذا أجملهم. لا تحكم نفسك فقط، أهل بيتك كمان خليهم يحكموا معك، بيت أجمل.
زملائك، جيرانك، أصحابك، أي أحلى واحد فيهم خذه، وبعد كده أبدأ أعمل له معالجة أخرى، أعمل له غطاء بالألوان الكلاريك أو بالغراء الأبيض، الغراء الخشب، الباتيكس بيتينر، على طول يأكل الفوم هذا. أنت بالغراء الأبيض تعمل غطاء عليه. بعد ما تعمل غطاء، إما أنك تعمل له قالب جبس العمل نفسه، تتعلم كيف تعمل قالب الجبس مرتين ثلاثة علشان تسوي عمل، يعني هو نفسه هذا القالب تسوي له الشكل، تسوي له ثلاثة أوصال عشان تعرف تفك وتخرج. ما تعرف تروح تتعلم، خذوا روح عند الصناعية وريهم هذا، وأنا أبغى أصب هذا نحاس، تعلموا بقولك هو نحاس، شوف القالب هو. أيوه. بعد كده بعد ما تصب نحاس أتفرج عليه، تغير المعدن بالفوم لقطعة نحاسية لها قيمة، لها رونقها. بعد كده بعد ما تعلمت خلاص إنك تنحت، وهذا بالنسبة للنحت. لكن إذا أنت اشتغلت على الخزف من الأول وكونت، في عندك أصبح في تمرين. الخزف يعطيك 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 كتلة فراغية جميلة، بس كلها يعني متشابهة، إلا إذا أنت عملت تصميمك التكويني، يعني خرجت بقطعة مثلا زي كذا، قطعة خزفية تشكلها أنت كيف شئت. إذن أنت خرجت من إيش؟ من الوجه الواحد، يعني زي كذا، ها شوف. طيب هذه قطعة خزفية، هذه القطعة لها أخت أخرى خزفية، هذه عملتها طينة وعملت لها قالب جبس وصبيت منها عشان أخرج الفينيشنج حقها نظيف. طيب طبعا هذا كله من خلال المدة الزمنية الطويلة، 45 سنة أقعد أبحث وأجري وأدور وأشوف وأزور زي ما قلت لك، وأروح أجلس مع داود، وأروح أجلس مع خزافين اللي يسووا الفخار، وأجلس معاهم وأشوف كيف يحرقوا، كيف، لأنه حرقهم يختلف عن حرقنا إحنا في الأفران حقة البيوت، الأفران الكبيرة حقة المدارس فألاقي في فرق. هداك كيف يقلس، إحنا كيف نقلس، في بعضهم يقلس بالملح كمان، يحط ملح، يحط معه حاجات، يحط حاجات معه، يحط مش عارف إيش. يعني قعدت أشوف أشياء أخرى بتترمى في النار. طيب وليش هذا اللي أنتوا بتسووه؟ قال لك عشان يطلع العمل حلو. طيب خلينا نشوف كيف حلو، خلينا نشوف كيف حلو. يطلع فريد، تطلع الألوان فريدة، تطلع أشياء غريبة. فتعلمت أروح مصر أجلس مع الأخوان في الأرياف، أروح أتفرج، يعني حكيت نفسي بالناس دي لأجل أستفيد، أحتك وأشوف وأتعلم. طبعا أنا مبسوط دحين في الحركة التشكيلية إنه في نحاتين دارسين يعني، وتأخذين ماجستير ودكتوراه في النحت. صحيح. طب والحصيلة؟ لسه ما شفت الحصيلة 100%. جميل. إلا من بعضهم. وأنا يعني أقدر أقول لك في لقائي هذا أفتخر وأعتز بكذا واحد من النحاتين، بس على قمة الهرم عندي محمد الثقفي. الله يسلمك. ما شاء الله بيحضر دكتوراه، بس فنان. ما شاء الله. فنان النحت. ولو إنه له طابع واحد، يعني تشوف العمل تقول هو هذا، لأنه هذا خلاص خطه. ممكن يخرج منه بعدين. في واحد تاني في الشرقية عندكم. عصام جميل. عصام جميل كمان عنده تغير في الفكر. يعني اليوم يسوي لك عمل، بكرة ينط على عمل آخر غير العمل الأول أبدا. عندك علي الطخيص كمان في الدوادمي. لكن في واحد كمان في الدوادمي بارع، أحمد الدحيم. وفي آخرين درسوا النحت ولكن لم يمارسوا.
وبينتقدوا، يا ريتهم ينتقدوا على طريقة علمية. هذول المحطمين للحركة التشكيلية، لأنهم ليش درسوا بس ما اشتغلوا وما مارسوا وجايين ينتقدوا بجلافة، ما ينتقدوا بحنية وحب ومعلومة. يعني ما يعطيك المعلومة الثقافية الصح، لا هو بيعطيك هي، أنا في اعتقادي بين قوسين، يعني إن هو زعلان ومو قادر يعبر فرايح راميها دابجها زي ما يحكوله، زي ما تيجي تيجي. وهذولا إحنا ما، أنا بالنسبة لي أنا ما أستمع ما أستمع له، لأنه أنا يعني دارس علم نفس، فأحلله من النوعية اللي يعني تشوفه بين قوسين منغاص. أنا إن شاء الله ما حد يزعل مننا، لأنه هذول اللي ما بيمارسوا طيب وعم ينتقدوا، يعني ينتقدوا إخواننا الفنانين عموما، مو باش ينتقدوني أنا. تعرف أيام الشباب يا أخو يا عامر، كان الواحد يتحرك، كان الواحد يتحرك بانطلاقة الدفاع روح الشباب. ليش يقول لك الصغار هذول مندفعين أكثر من اللي بعد 40؟ عنده طاقة، اللي بعد 50 اللي يجي ما بين 40 اندفاعه أكثر من أبو 50 و60، لأنه كل ما كبرنا كل ما بدأنا إيش نحكم العقل والتفكير مش الاندفاعية والسرعة بالتنفيذ، يلا 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 لا. فاللي حصل يعني السرعة هذه اللي كنا إحنا فيها بنجري، كنت أنا فكرت من خلال احتكاكي بالفنانين في الخليج، الفنانين برا، بإني أعمل كتالوج لمعرضي أنفرد فيه أنا، جميل، وأكون صاحب السبق زي الصحفيين. فعملت الكتالوج حقي سميته التشكيل والحرب. طيب جميل. وفكرت أن أنتهز الفرص وأن أكون شاطر في أسلوبي مع الناس، وأن أصل إلى مبتغاي براحة وإطمئنان. حلو، جميل، حلو. نعم. فذهبت إلى صاحب السمو الملكي الأمير عبد المجيد بن عبد العزيز، كان حينها رحمة الله عليه أمير المدينة المنورة. والرجل يحب الفن والفنانين، وكان في تبوك عامل مجسمات وجايب فنانين لبنانيين وعامل زي ما يقولوا الميادين كلها بالجمال في تبوك. فأنا كنت أطلع الأردن وأطلع الشام أشوف الأعمال هذه، أقول يا حظها تبوك بالأمير جايب فنانين من لبنان يعملوا الحاجات هذه، وجايب واحد يقولوا له الرئيس، كان عارف الرئيس رحمة الله عليه فنان لبناني، الله يرحمه، وهو اللي عرفني عليه بعدين. سبحان الله، هو اللي عرفني عليه لما، سبحان الله. فقلت له يا طويل العمر أنا بدي أساوي كتالوج أبغى فيه إعلانات. قال ليش؟ قلت يا طويل العمر تساعدني إني أبروز وأستأجر صالات وأعمل بوفيه للضيوف وأطبع كروت وأساوي، وهذا كله يكلف ماديا، وما بدي أجي أقول لكم يا طويل العمر أعطوني معونة، ولا أروح أقول لذا أعطوني معونة، ولا أروح أبغى المعونة تيجي باجتهاد مو بصدقة. فضحك قال إيش تبي؟ قلت أبي منكم دعم خطابات للشركات والمؤسسات يشتروا عندي صفحة واحدة ب20,000 ريال ملونة يحطوا فيها إعلانهم زي اللي تشوفوا في المجلات، صفحة ملونة عن شركة سيارات، عن ساعات، عن عطور، عن. قال أكتب الخطاب اللي تبيه وتعال. رحت والله سويت الخطاب، الله يغفر له ويرحمه طلب من سكرتيره إنه ينطبع هذا الخطاب 50 نسخة. قلت له طويل العمر كثير. قال اسمع، 50 إذا جاتك منها 10-20% طيب،
شوف بعده هو، أنا صغير للساعي بس بعده هو وقعني الخمسين وقعها وخلاهم يختموها طبعا بدعم منه، صلح الخطاب اللي جبت له هو وعدلوا كل شيء على أساس يحسسهم أنه هو يعني يتمنى أنه يشاركوا في مجهود هذا الفنان التشكيلي، شايف وإن بصفحة إعلانية وإخباره. والله يا أخوي لفيت على الخمسين شركة في ذاك الوقت، شباب أدور اللي جاني 12 واحد في ذاك الزمن 240 ألف ريال، كأنك بعت المعرض ثلاثة مرات مو واحدة مرة. فهمتني كيف؟ صح ولا لا يا فعالي؟ ايه بالعكس مضبوط والله. وطبعت الكتاب، أو بالأحرى الكتالوج، ما في لأنه ما في مقالات ولا في كتاب، صور بس، صور أعمالي. وطبعت الكتاب هذا الكتالوج وسويت المعرض. بعدين في الحديث شايف وإحنا معه قلت له شوف يا أخي الكريم، ترى اللي أنا سنيته ده سنة سيسير عليها كل فنان. لا مو معقول إننا نأخذ إننا نجيب فلوس علشان نحط إعلانات عشان نسوي. قلت له أقول لك سنة أسويتها أنا حيمشي عليها كل فنان. الآن ما في فنان في المملكة يبغى يساوي معرض إلا هو يبحث عن داعم، صح ولا لا؟ طيب مضبوط يا أخ عامر ولا لا؟ يدور شركة، يدور مؤسسة، يدور فعلوا الكتالوج، تسوي له كروت الدعوة، تحط له بامفلت في الشارع، تسوي له شيء لوحة. قالوا شركة راعية صحيح. معرض كولا. مضبوط. فالرعاة هذول أنا جبت 12 راعي استفدت منهم، سويت براويز المعارض وحتى كمان في الصالات ما تلاقي فيها استندات تحشين مجسماتك. فصلت الله. سويت استندات، في عندي ورق، جاني ورقة أصرفه للشيء ده. ما شاء الله. أنفقت وحطيت وكل شيء، حطيت الباقي ما أقول لك لا في جيبي، لأني أعتبر إني بعت. ولما جيت جدة بعت المعرض كله الحمد لله. الحمد لله. أنا لي 14 معرض مقصر في المعارض الشخصية. ليه مقصر حق نفسك فيها؟ سؤال جميل. مكلفة. مكلفة وليس لها مردود. أوه شيء محزن والله. والمثل يقول يا أخ عامر ما حد يصلي اللي يطلب إيش، ما حد يصلي اللي يطلب مغفرة. أنا صراحة يعني أجي أستأجر صالة مثلا 7-8 آلاف وأجيب وحط عمال، ويعني أحط لي 10-12 ألف ريال على كيف على كم يوم، سلام عليكم فمان الله، شيل يا ابوي رجع المستودع، لا بعت ولا شيء، والمفتتح ويجي والتانيين يجوا وكذا. لا يا شيء في فايدة على الأقل يرجع من المصاريف هذه، يعني اللي انت حاطها حقك اللي انت صرفته يغطي، يعني تنباع عملين، عملين ثلاثة، يغطي مصاريفك اللي انت عم تحطها في 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 المعارض. ليش يعني احنا لسه عندنا شويه، ما بقول عجز في ثقافه الفنون، انما قله في ثقافه اقتناء الفنون. ليه لما نجي معرض فنانين نطالع فيها زي ما تفضلت، نمر مرور السلام، نعلق عليها سواء النقد ايجابي او سلبي ونقول سلام عليكم نمشي. قله اللي اشوفهم كمتذوق للفنون، اسمحوا لي، اللي يجي يقول لك انا بشتري لوحه. انما لو رحت برا في اوروبا او اي دوله ثانيه، يجي يدفع 20 ألف حق العمل الفني ويجي يقول لك أنا أتراح الفنان فلان هذا جبته. طب ما عندنا فنانين في السعودية. لأنه عارف هو بيشتري إيه. الشخص هناك هو عارف إيش بيشتري، وهو عارف متى يبيع إذا حب يبيع. لأنه في ناس تشتري عشان تبيع. صحيح، هذا شيء ثاني. وفي ناس تشتري علشان تفتخر إنه والله رحت اشتريت العمل حق فلان. في بعض الأسر أنا مرت علي وشفت. وفي ناس هو يتدوق، يعني أنا في واحد من الناس اللي اشترى لي عمل يقول لي أنت تعرف يا نبيل، بعد كل كم يوم كده أدخل يعني المقعد حق الصالون حق اللي نحاطت فيه العمل حقك
وأجلس أطالع وأتأمل وأسرح وأشرب فنجان قهوة وأجي ماشي. أقول له يعني، أو يقول لي أبدا، أشوف كأني نفسي أنا الضيف في بيتي وقاعد أتفرج في العمل ده وأتمتع فيه وأجي ماشي. هذا متذوق فنيا. فهذا متذوق مقتني. في متذوق آخر، في متذوق آخر عشان يفتخر، والله عندي تحف أصلية من الفنان فلان والفنان فلان. أهلاً وسهلاً على عيني وراسي يا حبيبي. بس الثالث، الشخص الثالث اللي يشتري من أجل الاقتناء للربح، وهذا اللي إحنا نقول عليه هو المطلوب في الساحة. هذا المطلوب، الناس اللي تيجي تقتني تجمع أكبر كمية عشان بعدين تبيعها. الله يرحمه. لأنه يا أخ عامر، إذا نبيل باعك قطعة في قبل 30 سنة بألف ريال، بعد 30 سنة ولا 35 سنة تسوى 10 أضعافها. صحيح. طيب صحيح. أنا في لي صديق هنا في جدة مشتري لوحة لمحمد سياب ب10,000 ريال، طالب فيها الآن 80,000 ريال، 8 أضعاف، صح ولا لا؟ صحيح. أنا أعرف في بنوك، أعرف في بنوك يا عامر، في بنوك في القاهرة، في القاهرة بنك القاهرة، وأعرف في الإمارات بعض البنوك يشتروا ويقتنوا الأعمال من الفنانين العالميين ومن الفنانين اللي لهم اسم ولهم مدة تاريخية في الفن. ليش؟ يحط رأس مال عنده يخزنها، يحط عندها رأس مال. أي نعم، هذول اللي إحنا بندور عليهم. بنوكنا هنا للأسف ما بتشتغل على هذا الوقت. المفروض كل بنك صار فيه معرض، معرضين ثلاثة في السنة 10، ينزلوا ينقوا لوحتين ثلاثة من ده، لوحتين ثلاثة، ويخزنوها يخزنوها يخزنوها، عمل مجسم يحطوه. الأعمال المجسمة هذه يجمعوها، لأنه في الآخر يفتح الخزنة عالميا. يقول أنا عندي زي ما يقول عنده رأس مال أعمال فنية بالضبط. صحيح صحيح، هذا يزداد ما ينقص. الذهب يطلع وينزل، الذهب يطلع وينزل، الحديد يطلع وينزل، النحاس يطلع وينزل، البترول طالع نازل. الأعمال الفنية يا تبقى على سعرها يا تزداد. إن شاء الله دائما نزول بإذن الله. ما تنزل لأنها ما تنزل في البورصة. لا ما تنزل. عملك التشكيلي ما ينزل في البورصة. البترول ينزل في البورصة. بس اللوحة ما تنزل في البورصة. فاللوحة أنت يعني بعتها بألف، اللي اشتراها هو الكسبان، هو الغنمان، هو اللي حيبيع لك هي بعشرة بعشرين بعدين. المعارض اللي بنشوفها ما بنشوف فيه اقتناء. وما بيجيك رجل الأعمال، ولا بيجي، ولا بتجيك السيدة الثرية عشان تقتني، ولا بتكلف نفسها تيجي تشوف المعرض، لأنه لسه على الوعي الثقافي 2-5% في الأسر. في الأسر، لأني أنا لما تسألني تقولي أنا بين نجدي أعمل معرض، طيب ولما نجي أعمل معرض ألاقي زواري. شوف أنت سألتني السؤال وخليتني أفتح باب طويل. اخترعتك. تقول لي ليه ما تسوي معارض؟ أنا لما أسوي معرض وأشوف زواري فقط زملائي الفنانين، طيب ما أنا أجيبهم عندي في البيت يتفرجوا على الأعمال دائما، صح ولا لا؟ للأسف هذا صح. لكن أنا مين أبغى؟ أنا أبغى معالي الوزير يجي يتفرج. ها؟ أنا أبغى أصحاب مدري مين يجي يتفرج، أبغى رجال الأعمال، رجال الأعمال يعني الفكرة، أبغى رجال الأعمال، نبغى أصحاب الفنادق، الشقق الفنوقية، أبغى سيدات المجتمع، أبغى سيدات المجتمع يجي يتفرجوا. أما إني أجلس طول اليوم، أجلس مثلا تقول لي والله الصالة تفتح الساعة 9 إلى الساعة 1، وتفتح من الساعة 5 إلى الساعة 10، وأجلس في طول الوقت هذا ألاقي يجيني زميلي فلان فنان تشكيلي، ويجيني زميلي فلان فنان تشكيلي، يجيني مواساة لي. أنا أقول لك جيني مواساة لي، إني جيتك
كانوا راي عايز الاخ صح ولا لا؟ انا ما ابغى دا. انا لما ابغى عامر اقول له يا اخ عامر تعال اتفرج عندي في البيت في اعمال جديده. صحيح. طيب انا ابغى ذاك اللي لما اساوي معرض يجيني. احنا اصدقاء الفن التشكيلي لدول مجلس التعاون لما سوينا معرضنا في اسبانيا انا بهت، الناس واقفه طابور برا بالساعات علشان يدخلوا المعرض. سألت هذول طلاب كلية؟ قالوا لي لا. هذول مقتنين؟ قالوا لي دول جايين يستمتعوا. الله أكبر. فعلا. إحنا نجر الناس جر. يسألك في أسبانيا يقول لك أخذ الكتالوج ده مجانا؟ مجانا؟ أقول له مجانا مستغرب. إحنا هنا نعطيهم هو يأخذوه يتفرجوا عليه يخرجوا برا يرموا في الزبالة. شيء محسن. تقول لي سوي معرض؟ أسوي معرض أكلف 12-15 ألف ريال ما بين كتالوج وما بين كذا وأقعد أجري على ذا تعبتك فالله يخليك أعطيني إعلان ولا الثاني يعطيني إعلان أبغى أسوي معرض؟ لا يا حبيبي دحين خلاص صار النت والإنستغرام هو المعرض، صار الفيسبوك هو المعرض، صار السناب دحين هو الرقم واحد في التوصيل السريع. فيا حبيبي لما تجي أنت تكلمني على معرض تشكيلي الآن أنا أقول، وبعدين المفروض في كل مدينة، جدة، الرياض، الدمام، خبر، أبها، تبوك، مش عارف إيه، تتبنى، كنت هذا الكلام قلته زمان للرئاسة العامة، تتبنى صالة كبيرة بالمجان لكل فنان يحجز، يجي يحجز في ابن المنطقة، تعال يا ابن الحلال أحجز، وفنان من برا المنطقة تعال أحجز مجانا. وكمان يكون في غرف يعني استوديوهات للنوم وللكذا للمغتربين زي بيوت الشباب. أنت أكيد صحيح، فكرة جميلة زي بيوت الشباب بالضبط. أيوه يكون عندك. وبعدين يا حبيبي لما تساوي الصالة هذه يا حبيبي إذا دخلت الصالة وانبساط وعارضت وكل شيء سيب لنا واحد عمل. قول والله هذا العمل لكم. إحنا نجي في آخر العام نعمل في معرض نهاية العام الناس اللي جات وعرضت حلو ونحطها في مزاد، نبيعها بمزاد، نعمل جولة للمنطقة، يا جماعة تعالوا اللي يبغى يجي. ما انباعت، ما مشيت، خلصت راكدة قاعدة، أشيلها أوزعها للدوائر الحكومية، أدور للسفارات برا، أرسلها واجهة للبلد. صحيح. والله عندنا فنانين وهذه ما شاء الله الباقي حطوه في مكاتبكم، اللي بده يعلقه واللي بده يرميه عاد هذا وضميره. لا إن شاء الله ما تربي بإذن الله. بس فكرة جميلة. أو إنك يا 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 إدارة القاعة دي، طبعاً القاعة هذه خلينا نقول الآن لازم كنا تتبع وزارة الثقافة. صحيح. لو بدها تصير الآن تتبع وزارة الثقافة. شايف كيف؟ وزارة الثقافة بعد ما يصير آخر الموسم يعني ممكن تهديها للوزراء شخصياً، تهديها مثلاً لضيوف الدولة الكبار. يجوا ضيوف دولة كذا، ممكن وزارة الثقافة ترسل لي مثلا جاء ضيف لي وأي وزارة تقول له يا عالي الوزير ترى هدية الوزير دا من عندنا جاية كذا كذا كذا، لوحة لفنان، لوحة عمل مجسم قطعة. انت كده تنشر الثقافة هذه برا وتشجع الفنان التشكيلي. شايف؟ وبعدين لما تقتني أنت يا وزارة الثقافة، تقتني من الفنانين التشكيليين، ولو أنه أنا ماني شايف دحين حتى الآن إلا قليلاً نادراً صارت المقتنيات إلا من مسك جزاها الله ألف خير. يعني مسك هي اللي
محرك الساحة أقدر أقول لك يعني إلى 90%. وزارة الثقافة أتمنى إن شاء الله، أتمنى إني أشوف لها نشاط للجنسين، للرجال وللنساء، وأن يكون في يعني مسابقة تعتبر على أعلى مستوى في المملكة للنحت، شايف، وللفنانين وللفنانين عموما. يعني فنون تشكيلية يجوا يقول لك في مثلا جائزة خادم الحرمين الشريفين. الفكرة إننا نجي نشوف الأجيال، نشوف الأجيال، الأجيال كم جيل الآن إحنا من الفنانين التشكيليين؟ كم جيل؟ في أربع أجيال قبلي، أربع أجيال. طيب من هم؟ فلان وفلان وفلان وفلان. طيب والجيل اللي أنا عنده فلان وفلان وفلان وفلان. الجيل اللي بعدنا الصغار فلان وفلان. تعال شوف في كل سنة المتميز كان في الجيل الأول اللي قبل 70 سنة ذاك أو 65 سنة منهم، وتمنحوا الجائزة حتى لو في قبره يجي أولاده، يجوا أولاده. تعرف إيش هيعمل في المجتمع؟ إيش هيعمل في المجتمع يا أخ عامر؟ هتفضل العيون والأدان على هذا الفن. الفن هذا إيش المعنى؟ إنه كرم بأعلى جائزة وهو ميت. السنة اللي بعد اللي بعده اللي بعده اللي بعده اللي بعده يجي السرة على فؤاد مغربل، على نبيل النجدي، على اللي بعده، على مدري مين، على 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 على، تجي تشوف على مدار السنين في قائمة كبيرة أخذت حصلت على هذه الجائزة. صحيح. الجائزة كيف تصير؟ إنه الوزارة، هذا في رأيي أنا، مجرد رأي يعني، بقول تجي الوزارة تقول خلينا نشوف إيش قدم الفنان هذا في مسيرته. زي جائزة الملك فيصل. كيف تصير جائزة الملك فيصل؟ تقييم أعمال. ما بيدرسوا العالم؟ صح. ما بيقيموا أعماله؟ بالضبط. وبعدين يقولوا والله مشاطرة الجائزة بين فلان وفلان، ولا الجائزة كلها راحت لفلان. إحنا نبغى كمان جائزة من يعني بمسمى خادم الحرمين الشريفين للفنان التشكيلي بأنواعه، نحت، خزف، إيش منجزاته، كل الفنون، إيش أنجز، إيش نفع البلد، إيش نفع الساحة، إيش اشتغل في الساحة، إيش عمل تغيير لنفسه، لفنه، طيب هذا تمنحوه بعد بحث. أنتوا يا وزارة اعملي بحث عنه كامل وقولي والله استخلصنا إنه هذا الفنان عمل وعمل 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 ويستحق هذه الجائزة. طيب ومنحوه هي. لما تمنحوه هذه الجائزة مين اللي حيستمع؟ المواطن. لما يستمع إنه الدولة قدرت فلان وفلان فنان تشكيلي، يقول لك إيش هو الفن التشكيلي؟ إنه لحد الآن بيأخذون نكت أشكيلك وتشكيلي. الحمد لله. الحمد لله. لكن لما يعرفوا قيمة الفن التشكيلي ما ينعرف إلا إذا كرم الفنان. زي الكورة دحين الناس كلها متسلطة على الكورة. ليه؟ لأنه التوجه الإعلامي والتوجه كله كورة كورة كورة. طيب يا سيدي على عيني وراسي، أنت كمان اعمل توجه بسيط لو 10% على الفن التشكيلي، وخلي المجتمع يفهم إيه. ما أنت تعرف على فكرة إنه الفن التشكيلي يا أخي يا عامر هو حياة البلد. تسألني كيف؟ كيف؟ أنت ماشي في الشوارع، أنت شايف في جمال في الشوارع في العماير؟ صحيح. في جمال؟ بعض منهم. شايف جمال ليش؟ لأن الحس عند المواطن الأصل الحس الجمالي قليل. قليل جدا. يمكن أنا أقول لك شو بصراحة وبين قوسين، يمكن أهالين الأولين اللي كانوا يبنوا بالطين عندهم حس أجمل من الحاليين. الله. تقول لي ليه؟ أقول لك أنظر لبيوتهم القديمة وأنظر لبيوتنا الخرسانية الحديثة. لو صاحب المبنى عنده حس جمالي ما يقبل الخريطة اللي يعطيله هي المكتب الهندسي
مستنسخة من فلان وفلان وفلان. وأنا أقول لك إنه تعال أدورك بس خلينا في الحي حقي في جدة هنا، أطلع لك 100 عمارة نسخة واحدة من خريطة واحدة، إلى درجة حتى الرخام والواجهة والألمنيوم والشبابيك زي بعض. ما هو مشروع حكومي أقول لك إنه يعني معمول علشان يبيعوا، لا، هذا أفراد. إذا ما عندهم ذوق العمارة، ذوق العمارة هذا يأتي من إيش؟ الحس الجمالي. إذا كان عندك، أنا كنت أعلم الأطفال أقول لهم يا أخواني ويا أولادي ويا حبايبي، ما أبغاكم تطلعوا فنانين، ترى الفنان واحد ولا اثنين منكم كلكم، الفنان التشكيلي واحد ولا اثنين من صف كامل في مدرسة فيها 500 طالب، لكن أفهموا الفن إيه هو والحس إيش هو. الحس الفني. عشان تعرف تختار قميصك كيف تلبسه، ومع إيش توفقه مع البنطلون، إيش لون البنطلون، إيش لون القميص، شلون الكرافتة، شلون الجاكيت اللي تلبسه، مو تلبس لي كروتير على مدري شير على مدري فيش وتطلع لي زي حقون القرقوزات على المسرح. لا، لازم تعرف أنت كيف ترسم نفسك وتخلي نفسك لك شكلك وقيمتك الحس الفني. فرشك. فالحس الفني إذا مفقود يا سيدي صدقني ما في شيء جميل. صحيح. لهذا لا تسألني عن ليش ما فيش في المعارض أحد يزور. يجب على المواطن العادي أن يميز بين العمارة والأخرى في جمال التصميم، مش جمال الرخام والبلوك والألمنيوم واللي راكب، لا، في لمسة المعماري. المعماري إذا عمل لمسة، اللمسة المعمارية تختلف من عمارة لعمارة، هنا فيها حس. أول كان في السابق لما تشوف بيوتنا القديمة هنا في، خلينا نتكلم على الحجاز، عندك في 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 الأحساء نفس الحكاية، في الرياض نفس الحكاية. لما تيجي تشوف الدريشة اللي يقولوا لها الدريشة، ولا يشوف الروشان اللي احنا نقوله روشان، كل بيت يختلف كل روشان عن روشان. صحيح. ليش؟ مهارة نجار، ذوق صاحب المبنى نفسه، صاحب هذا يقول له لا أنا أبغى النكشة الفلانية، أبغى الشيء الفلاني، أبغى كذا. صحيح. الآن أنا ما بشوف هذا كله، أنا بشوفه خلاص هات الرخام، وحتى كمان لون الرخام اللي ركبه كمان ما أدري كيف يعني. فأنا بقول له بين قوسين اطلع على الجمال لتحس به. الله. كي تبني مدينتك، مو بس بيتك. جميل. بس كلمة جدا جميلة أستاذ نبيل، وما أقدر غير أقول لك إنه يعطيك العافية وشكرا جدا للكلمات الوصف جدا إنك جمعتنا. الغزالة اللي وراك سيراميك ولا صب؟ هذا صب وهذا نحت. نعم. فأقول لك سيد نبيل، يعني جملتنا اليوم ما شاء الله عليك بشيء جميل من العيون الفنية بالتجميل، لأنه فعلا أعتقد زي ما تفضلت خلال حوارنا ثقافة الفنون التجميلية العين المجردة. فنتمنى من الجميع أنه إن شاء الله يكون رسالتنا وصلت لهم، ونتمنى أن يكون لك معرض قريب جدا يجمعنا سواء في الشرق الغربية أو في الوسطى أو في الشرقية، لأنه نقول كلنا الفن يكونوا في مقتنين بإذن الله. نجيب لكم معانا. عزيزي، إذا ما في إعلام مسلط ومدروس لا يمكن أن تشوف فيه مقتني. صحيح. لأنه حتى الآن ما في تفكير الاقتناء، ما يعرفوا قيمة اقتناء عمل فني. حتى الآن قلت لك نسبة بسيطة جدا اللي تعرف الشيء هذا، كل واحد يقول لك أنا ليش أروح أحط فلوسي في هذا، ما يدري إنه هو لو اشترى وخلاه 10 أضعاف مما يأخذ كيلو ذهب. فأتمنى إن شاء الله الشيء هذا بيتغير، وأنا أتوقع نشوفه قريب بإذن الله.
الأكثر من السبب أن وزارة الثقافة بدأت تركز أكثر على الفنون، وبدأ زي ما تفضلت أنه يعطي في توجه أنه كل الفنانين لهم بصمات في معظم الدور الحكومية والقطاع الخاص، هذا يعطي ثقل أكثر للفنانين أنه ترى فنانين لهم قيمتهم. أخويا أخويا عامر، لا أقطع حديثك، أحلى حاجة صارت الأوامر الملكية بجعل التشكيل والحروفيات والمهن هم يعني لهم الفضل والأول أو الأول في تقديم الدروع والهدايا صحيح للاقتناء للدولة، وهذا بيشجع، ما أقول لك لا، بس هل في منفذ؟ أنا ما شفت حد الآن إلا بسيط. أنا على مستوى شخصي تسمح لي سيد نبيل، أنا شفتها في الشرقية وفي الرياض في معظم الدور الحكومية لوحات فنانين سعوديين. أنا بعض الناس يعني لما بثقل عليهم لما أخش فندق حصل فيه لوحات ما هي سعودية ولا حتى هي عربية، جايبيها من الصين اللهم صور مسترخصة. بقول له يا جماعة الخير لو أنتم تزيدوا 110 ريال على كل غرفة وتقتنون لوحات أعمال فنية سعودية، ترى ديرتنا تحتاجكم، بلدنا وفننا يحتاج دعمكم معانا. فنتمنى صوت وصوت الجميع مع بعض أن يوصل توصل رسالتنا. أعمالنا واقفة، إحنا الآن ما جاء الوعي والتوجيه لكن الأمل في الله، ثم في حكومتنا الرشيدة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين والأمير محمد بن سلمان. أنا أتوقع يعني للبلد في خلال 8 سنوات القادمة هيكون في يعني طفرة فنية كبيرة. ليه؟ لأنه بألمس من الإخوة يعني خاصة وزير الثقافة ومسك بيحاولوا ينشروا الثقافة هذه بكافة أنواعها، والدليل جلبهم الآن حتى البناليهات الخارجية للمملكة على أجل توعية وتثقيف، لكن ينقص الإعلام. نتمنى إن شاء الله توصل. من الإعلام أن يركز على الفنانين وعلى أعمالهم وعلى شغلهم عشان توصل المعلومة لأكبر عدد من المواطنين، زي ما بتنافسوا على الكورة يا أخوة. إن شاء الله يتنافسوا على الفن كله. هي كانت دردشة حلوة وطويلة، والله يعينك في قص وتوصيك. على سلامتك، على سلامتك، يخليك ويحفظك ربي. إن شاء الله يكون لنا لقاء قريب بإذن الله. 8 شهور أو 7 شهور كنت طالب اللقاء هذا. بإذن الله يحفظك ربي. بالعكس هذا أنا تشرفت فيه والله سيد نبيل. الله يسلمك وبارك فيك. تسلم يا سيدي. أول مرة كلمتني وما جاء الحظ، لكن الحمد لله المرة دي وضبط معانا الدو. الحمد لله ضبطت معانا. يعطيك العافية يا رب. الله يسلمك، شكرا لك حبيبي.